أوماج. أوماج. في أوماج لليوم باش نحكيو على لاعب عطاه برشا للكرة التونسية. هو من مواليد 71 من أبناء الجنوب التونسي، بالتحديد من أبناء وذرف، ملقبينه بوسط الميدان الطائر، هو الجوهرة السوداء العيادي الحمروني. العيادي الحمروني بدأ مسيرته مع الترجي في التسعينات، لكن قبلها هو ابن الملعب الجيبسي، مسيرة حافلة مع فريق باب السويقة، مسيرة حافلة بالألقاب والتتويجات، كؤوس وبطولات بالجملة، إلى جانب التتويجات العربية والإفريقية. شكون ما يتفكرش أهداف الحمروني في كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 94، 5 أهداف كاملة للحمروني قدام أكبر الأندية الإفريقية. هو ملك الكرات الثابتة في التسعينات مع موهبة كبيرة في المراوغات، خلت الحمروني يولي من أبرز الملاعبية على الساحة الوطنية والإفريقية. والحمروني عام 91-92 الحمروني يدخل للتاريخ ويسجل أسرع ثنائية في تاريخ الدربيات. مسيرة كانت تنجم تكون أفضل لولا الإصابات اللي كان ديما يتعرض لها، إصابات خلت الروندمون بتاعه يتيح، ثم يغادر الترجي ويمشي مع تجربة في الهلال السعودي، ثم مع الأولمبي للنقل، كيما لعب بعدها مع الجربة ومع الجرجيس. لعنة الإصابات حرمته من تجربة احترافية تليق بمستواه. مسيرة كملها بأكثر من 50 هدف في البطولة التونسية و9 أهداف مع المنتخب. مسيرة حافلة وفات، لكن وفات مش بالطريقة اللي يحبها الحمروني، ومش بالطريقة اللي ترضي جمهوره. جمهوره اللي حبه عشقه وباسمه تغنى في كل المقابلات. باختصار هو نجم نجوم الكرة التونسية في التسعينات، صنع الفرجة والأهداف، هو العيادي الحمروني. أوماج. أوماج.